مساء الخير على كل المشاهدين. انا النهارده جاي اقول لكم ازاي هنعمل، طبعا مش هقول لكم طبخ النهارده، انا هعمل لكم حاجه جديده كده، فكره اللي هي ازاي تركبي راسك على صوره المسحراتي. طبعا احنا برنامج انا هنزل لكم اسمه على في صندوق الوصف، ازاي تنزلي راسك وشك يعني راسك على جسم المسحراتي او اي الصوره اللي انت تحبي تختاريها. طبعا انتوا عارفين الفيديو ده في ناس كتير قوي بتطلبه، طبعا عشان كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، بنبقى عايزين حاجه كده جديده وفكره جديده. فانا جايه اقول لكم الفكره دي، وعلى فكره هتعجبكم قوي لانها يعني حاجه كده يعني جديده وظريفه وهتعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، ولو عجبتكم الصوره ما تنسونيش في اللايك واشتراك القناه. مع تحياتي روكا.